التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، رئيس الأركان المالي اللواء مهامان توري والوفد المرافق له في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. تداول اللقاء بحث تطورات الأوضاع والعلاقات الثنائية بين مصر ومالي خلال الفترة الراهنة، ودعم مجالات التنسيق والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين. وأكد الفريق محمود حجازي على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين وأعرب عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتكامل في كافة المجالات. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة